هو الحوار السلمي بداية كل شيء وهو الأساس، ولا حوار سلمي ما في ثورة. نحن يعني الحوار السلمي نعتبره هو أساس الثورة، ولا ما بيمشي الحال به. نحن بنحيي كل الشهداء وبنرجع بنعيدها، كل الشهداء بدون استثناء وبدون أسماء. دم الشهيد ولا شهيده، دم الشهيد ولا شهيده. نحن بمظاهراتنا حتى يعني إذا بالعسكر في أغلاط عم نصلح لهم إياها. يعني مظاهراتنا مو بس هي عبارة عن إسقاط نظام، نحن بس النظام عندنا سقط، مناطقنا محررة وما في عندنا أي مشكلة. بس في بعض الأخطاء اللي هن شبيحة عم يدخلوا بين الجيش الحر. جيش الحر اغلبيه العناصر القادات اغلبيه القادات هن من برا الاحياء، من برا الاحياء واغلبيتهم من الريف. فبيجي لعندهم ابن الحي يكون شبيحه ويكون حيوان بضموا لهم. فنحن عم نوجه لهم رسائل بالمظاهرات، مثل مثلا يلا العار شبيحه صاروا سوار، يلا العار حراميه صاروا سوار، كمان نصايح للجيش الحر. هي رساله لجيش شبيح الناس بين الاحرار بين جيش الحر. تكبير Yeah.